الخير مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، خصصناها اليوم عن تجنيد الأطفال لدى الحوثيين وتدمير الحاضر والمستقبل. عن سبق إصرار وتخطيط تقوم ميليشيا الحوثي بتدمير مستقبل اليمنيين عبر ممارسة سياسة التجهيل وغسل الأدمغة وفرض ثقافتها الطائفية. ثمة مخاوف من تأثير ثقافة الحوثي السلالية على فئة الأطفال والناشئين، الأمر الذي قد ينتج جيلا بأكمله ممسوخ الهوية مشوه الثقافة متأثرا بالتعبئة الطائفية التي غررت بآلاف الأطفال وجعلتهم وقودا للحرب. يفرض الحوثيين ما يسمى بثقافة الولاء لإنتاج جيل الصرخة عبر مؤسساتهم التثقيفية والتعليمية ومن خلال سيطرتهم على القطاع التعليمي التابع لوزارة التربية في أكبر المحافظات سكانا، ومن بينها تلك التي لم تعرف لقرون المذهب الزيدي ولا يعرف أبناؤها شيئا عن الجعفرية والهادوية والاثنى عشرية. يتعرض ملايين الأطفال في اليمن لأسوأ عملية غسل للدماغ واستغلال بسبب فقر وحاجتهم للقمة العيش، وللأسف تقف الحكومة الشرعية في الاتجاه المقابل شبه عاجزة في مواجهة الخطاب الحوثي الطائفي الذي لا يزال ينتهك مستقبل اليمن ويدفع بالمزيد من الأطفال إلى محارق الموت. سنناقش أبعاد ثقافة التجهيل وسوء استغلال الأطفال واستخدامهم وقودا للصراع ومخاطر ذلك. مع ضيوف الحلقة سيكون معنا من عدن عبر الأقمار الاصطناعية أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، وعبر الهاتف من مأرب الدكتور عبد الله الشليف رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان، ومن الرياض الدكتور حسن القطوي مستشار وزارة التربية والتعليم. أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من عدن الأستاذ أحمد القرشي، مساك الله بالخير أستاذ أحمد. مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا بك أستاذ بشير والسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ أحمد. في البداية، كيف تتابع ما يتعرض له أطفال اليمن من تجنيد والزج بهم في معارك وجبهات القتال وتغييبهم عن التعليم؟ نعم، في الحقيقة تجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة مسألة مقلقة، وهي في تنامي مستمر، وقد تزايدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى أكثر من 5 أضعاف ما كانت عليه قبل 2014 بحسب تقديرات منظمة سياج حماية الطفولة في هذا الصدد. وهذا ناتج بشكل مباشر عن اتساع دائرة الحرب في أكثر المحافظات اليمنية ويعني أكثرها كثافة سكانية، وأيضا حالة الحرب وحالة النزوح وارتفاع معدلات الفقر وفقد العائلين لمصادر رزقهم ومنها المرتبات الحكومية والمشاريع الخاصة وغيرها التي دمرت الكثير منها في أكثر محافظات الجمهورية يعني سكانا. هذه وغيرها أفرزت لنا واقعا مؤلما وأشد إيلاما للطفولة، ومن هذه المشكلات مشكلة تجنيد وإشراك الأطفال بالنزاعات المسلحة، مشكلة أيضا تدمير العملية التعليمية بشكل ممنهج وبشكل يعني مقصود وليست يعني عفوية، ومنها يعني ارتفاع معدلات الجوع بين الأطفال، ومنها يعني كل هذه المشكلات للأسف الشديد الحرب تسهم بشكل رئيسي فيها، ولكن أيضا سوء المعالجات ربما تطرقون إلى هذا فيما بعد، ولكن سوء المعالجات أيضا هي واحدة من أسباب تنامي مشكلات الأطفال والجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضد الطفولة في اليمن بشكل عام. نعم، نحن قلقون جدا من هذا الأمر، ويعني نعتقد بأن هناك تأخر كبير جدا من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وأيضا من قبل المجتمع الدولي والإقليمي فيما يتعلق بوضع المعالجات والتدابير الإجرائية الخاصة بمعالجة وضع الأطفال. اليوم نجد مثلا الاهتمام الأكبر بالغذاء، أوكي الغذاء شيء مهم جدا ومنقذ للحياة، لكن أيضا كرامة الإنسان وتعليم الإنسان ومستقبل اليمن ومستقبل الجزيرة العربية بشكل عام هو على كف عفريت الآن، بسبب أن لديك أكثر من 3 ملايين طفل فقدوا حقهم في التعليم، الكثير منهم ذهبوا إلى يعني التجنيد والتسول والأعمال يعني التي تشكل تهديدا خطيرا على حياتهم وصحتهم وعلى كرامتهم الإنسانية. هذه مشكلات يعني نرى اليوم بوادرها المفزعة، لكن نتائجها ستكون أكثر إفزاعا وأكثر إيلاما في المستقبل. نعم، لا سمح الله. نعم أستاذ أحمد، إذا تحدثنا بلغة الأرقام من خلال منظمتكم، ما هي الإحصاءات والأرقام التي وثقتموها من استغلال الأطفال وتجنيدهم والذهاب بهم إلى جبهات القتال؟
أنا قلت لك بأنه هناك تقديرات يعني من ملاحظات وتقديرات ناشط السياج في المحافظات اليمنية يعني التي شهدت أكثر ارتفاعا في تجنيد الأطفال، يعني ارتفعت معدلات تجنيد الأطفال إلى أكثر من 5 أضعاف. نحن في منظمة سياج نشتغل على ملف تجنيد الأطفال منذ العام 2009، من بداية العام 2009، وكثفنا حملاتنا في العام 2011 و12 و13 حتى توصلنا إلى توقيع الحكومة اليمنية في العام 2014 اتفاقية مع اليونيسف حول يعني الحد من تجنيد الأطفال. أيضا كان هناك قرارا من الرئيس عبد الرب منصور هادي في 27/11/2013 بمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وكان هذا أول اعتراف يعني رسمي بالمشكلة، حيث كانت الحكومة اليمنية السابقة تنفي هذه المشكلة وتعتبر الحديث عنها هو من باب الإرجاف ومن باب يعني النيل من الحكومة وتقديم معلومات خاطئة إلى المنظمات الدولية لابتزازها. لكن نحن صمدنا في هذا الجانب والحمد لله توفقنا. اليوم أو بالأمس يعني أصدرت الحكومة في عدن قرارا بتشكيل لجنة أممية من الأمم، لجنة يعني حكومية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف حول هذه المشكلة. نحن نعتقد بأن هذا قرارا جيدا وهو يعني يخدم الطفولة وهو يعتبر خطوة إيجابية تحسب للحكومة، لكنه أيضا لا يزال هناك يعني تجاهل لدور منظمات المجتمع المدني وخبراتها وقدرتها على أن تكون جزءا من الحل، مثل ما كانت هي المبادر لوضع هذه المشكلة على الطاولة والحديث عن أبعادها حتى التوصل إلى ما بني عليه هذا القرار الذي صدر بالأمس 5 نوفمبر. يعني هناك يعني ارتفاع كبير جدا في معدلات الأطفال الذين يذهبون إلى القتال، ليس فقط جماعة الحوثيين لنكون منصفين، وإن كانت يعني الأمم المتحدة ومنظمات كثيرة تتهم جماعة الحوثي بأن هي الأكثر تجنيدا للأطفال، لكن أيضا هناك يعني يوجد أطفال يعني جنود في القوات الموالية للحكومة والقوات الحكومية النظامية، وليس هذا وليد الساعة. نحن نتحدث عن مشكلة اجتماعية تضرب في جذور تاريخ وعادات المجتمع اليمني. المجتمع اليمني لم يكن إلى وقت قريب يعرف مثلا سن الطفولة، وبالتالي يعني كانت الطفولة عندهم معيارها هو سن البلوغ الجسماني. نحن بحاجة إلى توعية مسؤولين متخذي القرار في الحكومة، في الجيش، في المؤسسات التربوية والتعليمية والحقوقية وغيرها، حتى يعرفوا هذا الشيء. هناك عندنا إشكالية أن كان في السابق القبائل عندما الشخص يبدأ مثلا علامات البلوغ يصبح مكلف تكليفا قبليا بأن يذهب للقتال مع الحكومة مع القبيلة ضد أي اعتداء. عندما أصبحت القبيلة جزءا من مؤسسة الجيش فيما بعد ثورة 26 سبتمبر، كانت هذه الثقافة لا زالت موجودة في القبائل الذين هم صاروا قيادات الجيش وسحبوا معهم ثقافتهم إلى الجيش، ولم تحدث أي توعية، وحتى قوانيننا الوطنية ليست فيها ما يجرم هذه المشكلة أو هذه الجريمة حتى اليوم. نعم مؤخرا إبان ثورة 2011 كما تحدثت أنت، كان هناك اتفاقية مع الحكومة الشرعية بمنع تجنيد الأطفال، وربما قطعت صوت كبير، وكانت السلطات الرسمية يعني متفهمة للموضوع ونفذت ربما هذه البنود. لكن من يوم من بعد أن أتت ميليشيا الحوثي وانقلبت على الدولة، ربما عادت الإشكالية بشكل كبير. ذكرت أنها يعني أيضا هناك تجنيد في الحكومة الشرعية، هل يمكن أن نساوي ما بين ما تقوم بميليشيات الحوثي وتجبر الأطفال على التوجه للقتال وتسحبهم من المدارس مع أيضا الحكومة الشرعية التي ربما لو وجدت هناك حالات نادرة فقط ربما وثقت؟ أنا لا أتحدث عن مساواة ولا أتحدث عن مقارنات، ولكنني أقول أن المشكلة موجودة، وإن كانت جماعة الحوثي هي الأكثر تجنيدا، لكن نحن اليوم بحاجة إلى التحدث عن هذه الجريمة وعن هذه المشكلة التي تهدد أطفالنا، وإن كانت موجودة بنسبة ضئيلة مثلا في القوات الحكومية أو في القبائل الموالية مثلا، أو موجودة بشكل كبير أيضا في القوات الموالية للحكومة في كثير من الجبهات. هذه نحن اليوم بصدد معالجة المشكلة. جماعة الحوثي تجند بشكل أكبر من غيرها، أوكي نحن نعلم هذا، المجتمع الدولي يعلم هذا، نحن لسنا الآن محكمة نقضي بحكم ضد جماعة أو فئة دون غيرها، ولكننا نحن نتحدث عن مشكلة تهدد بشكل مباشر أطفالنا، ونحن بحاجة إلى وضع معالجات وتدابير لجميع للمشكلة عند الجميع، سواء كانوا الحوثيين أو الحكومة أو القبائل الموالية لها أو غيرهم. نحن نتحدث عن مشكلة عامة. أوكي جماعة الحوثي يعني تجند أكثر كما قالت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى، هذه معلومة ومعروفة للناس، وحتى جماعة الحوثي لا ينكرونها، ولكن أنا أتحدث من وجهة نظر حقوقية. نعم. طيب عن كيف يمكن أن أبني حلول للمشكلة. نعم. ولا أحولها إلى منصة للتجاذبات السياسية ومدفع. نعم. للنيل من بعضنا البعض. نعم. طيب أستاذ أحمد، نشرك معنا في الحديث من مأرب الدكتور عبد الله الشليف، رئيس منظمة رقيب
للحقوق ولحقوق الإنسان من مأرب. مساك الله بالخير دكتور عبد الله. مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم. أهلا بك. بداية، أنتم أيضا في منظمتكم تتابعون ربما ملف تجنيد الأطفال وتسريبهم عن المدارس، ووثقتم ورصدتم العديد من الحالات. في البداية، أنتم في المنظمة، ما الدور الذي قمتم به، وأيضا ما الذي رصدتموه من استغلال الأطفال وتوجههم إلى جبهات القتال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لكم على هذه الاستضافة، والشكر أيضا موصول للأخ الأستاذ أحمد القرشي رئيس منظمة سياج. بالنسبة لتجنيد الأطفال، هي فعلا مسألة شائكة ومسألة أصبحت مسألة عصية، والإحصاءات مهما بلغت فهي أذن الجمل، ليست هناك إحصائيات دقيقة حقيقة لعدد لعدة ظروف أسهمت في ذلك، من ضمنها سيطرة جماعات الحوثي المسلحة على الكثير من المناطق، وأيضا اتخاذها إجراءات ضد المنظمات التي تقوم برفض انتهاكات حقوق الإنسان وبالذات تجنيد الأطفال. نعم. منظمات رقيب لحقوق الإنسان ساهمت منذ وقت مبكر في معالجة هذه القضية من بعد 2011، وشاركت في العديد من الورش والدورات التي نظمتها بالشراكة مع المنظمات الدولية على رأسها منظمة حماية الأطفال اليونيسف، وأيضا قامت بإصدار العديد من التقارير، لعل كان أهمها هو تقرير تجنيد الأطفال في عام 2013 كان في محافظة الجوف ومارب، وهو التقرير الذي يعني كان له أثر كبير، وأيضا كان مردوده على المنظمة كبير، يعني بحيث أن تعرضت المنظمة لتعسفات وانتهاكات واقتحام مقراتها ومصادرة وتجنيد أرصدتها. تجنيد الأطفال، نعم هناك تجنيد الأطفال من معظم الأطراف، لكن هناك أيضا يعني تقليل أو غض الطرف عن تجنيد الأطفال من قبل جماعة الحوثية المسلحة حقيقة يعني. نعم. ليست هناك معالجة في هذا الجانب. الحكومة كحكومة شرعية أو الحكومة بتسعى غالبا إلى معالجة هذا الأثر، وإن كان حصل هناك زيادة أيضا في تجنيد الأطفال، وكانت الحجة هو أنه نحن لا نذهب بهم للقتال، ولكن نحن نقوم بنتيجة الظرف الاقتصادي والخاص الذي تعاني منها اليمن، نحن يعني نقوم فقط كتوظيف ولا نذهب بهم إلى جبهة القتال، لكن هو يعني ايضا يعتبر تجنيد للاطفال. نعم. طيب دكتور عبد الله، نعم دكتور عبد الله، يعني كان هناك في محافظه مأرب شهدنا العديد من المرات لتخرج من الاطفال الذين يتم اعاده تاهيلهم بعد ان كانوا في جبهه القتال، واعادتهم وتاهيلهم نفسيا وتعليميا، ومن ثم اعادتهم الى اهلهم. حدثنا عن هذه الجزئيه، ما الدور الذي قمتم به، وايضا مقدار تعاون السلطات المحليه والسلطات الامنيه في محافظه مأرب في دعمكم بهذا الاتجاه، وايضا الحد من تجنيد الاطفال واعاده تاهيلهم واعادتهم الى اهاليهم. معظم الاطفال الذي تم عمل برامج لهم بعد يعني من اجل تجنيد الاطفال هم اطفال تم القاء القبض عليهم او اسرهم في جبهه القتال، وكانوا يقاتلوا في صفوف جماعه الحوثي المسلحه. استطعنا بالتعاون مع السلطات المحليه وايضا قياده الجيش انه يتم فرز كثير منهم وادراجهم ضمن برامج تاهيليه وتقديم، ووجدنا حاله انسانيه ماساويه صعبه جدا، يعني هناك كثير من الاطفال لم يكن يعلم انه سيزج في القتال، هناك بعضهم ايضا تم تهديدهم وتهديدهم باعتقال ذويهم او قتل ابائهم او للزج بهم في جبهات القتال. البرامج التي اقيمت كانت ناجعه الى حد ما، ووجدنا تفاعل حقيقه من قبل السلطات المحليه في محافظه مأرب، استطعنا ان نظل على استمرار على زياره الاسرى الذين والأطفال المجندين وتقديم البرامج لهم، وأيضا استطعنا أيضا إيصالهم بأهلهم والتواصل مع أهلهم، بل وتم استضافة أهاليهم. نعم. في مأرب، وقامت الاحتفالات والأنشطة
هناك ايضا تفاعل من قبل السلطات المحليه حقيقه ومن قبل قياده الجيش بالنسبه لموضوع تجنيد الاطفال. يعني التقينا برئاسه الاركان وطرحنا عليه بعض الاشكاليات التي رايناها. هناك بعض المتنفذين او قاده الالويه وقاده بعض الكتائب كان يضم اسماء اطفال او الى صفوف الكتيبه او صفوف اللواء. فتم مناقشة الأمر في لقاء مع قيادة الأركان وتم إنزال إصدار تعميم بمنع تجنيد الأطفال وإصدار يعني إنزال لجان ترقيم للجيش للجنود المستجدين أو المنضمين للجيش ووضع معايير من ضمنها يعني السن القانونية من ضمنها. نعم نعم. طيب دكتور عبد الله ابقى معي ساعود الى عدن عبر الاقمار الصناعي مع الاستاذ احمد القرشي. استاذ احمد، يعني جهود ربما ظهرت في المحافظات المحرره سواء في مأرب او في عدن او في بقيه المحافظات التي اصبحت الان خارج نطاق سيطره ميليشيات الحوثي، وهناك تسليط الضوء من قبلكم كمنظمات وايضا منظمات اخرى وحتى ايضا من السلطات المحليه، لكن ماذا عن الاطفال في يعني المحافظات التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي التي تجبرهم وربما تأخذهم بالقوة سواء من المدارس أو من الأسواق وتزج بهم في جبهات القتال؟ ما الذي يمكن أن تقدمها المنظمات سواء أنتم وأيضا الدولية؟ لماذا لا تكون هناك ضغوطات ضد ميليشيات الحوثي بعدم الزج بالأطفال وتقديمهم لمحارق الجبهات؟ للأسف الشديد أستاذ بشير، عندما يتحول الملف الحقوقي إلى أداة لنيل بعض الأطراف من بعضها الأخرى تضيع يعني حقوق المدنيين الذين يتعرضون للانتهاكات. الأطفال الذين في المناطق سيطرة الحوثيين أو غيرهم هم بحاجة ماسة إلى تدخل سريع وعاجل لوضع معالجات وتدابير وإجراءات عملية. يعني للأسف الشديد يا أستاذ أقول لك أنه حتى قبل أن يسيطر جماعة الحوثي على الوضع في صنعاء وغيرها لم نكن نلمس من المنظمات الدولية جدية حقيقية في معالجة المشكلة. أنا أقول لك على سبيل المثال في العام 2000 في أواخر العام 2011 وربما بداية العام 2012 نحن قمنا بحملة واسعة لمناهضة تجنيد الأطفال. كانت هناك استجابة من اللواء علي محسن الأحمر حينها كان قائدا للمنطقة العسكرية الشمالية الغربية على ما أذكر، وكانت الاستجابة بأنه مستعد لتسريح 100 جندي 100 طفل موجودين في الفرقة الأولى مدرع ومستعد أيضا لفتح المعسكرات للتوعية من قبل منظمة سياج واليونيسف وغيرها، مستعدين أيضا للانخراط في أي برامج لتأهيل الأطفال الجنود وأيضا في إيجاد تدابير. لكن للأسف الشديد كنا نلح على منظمات دولية للبدء بإجراءات من هذا النوع كان لا يتم الاستجابة لها. ربما كان يعني ربما نعتقد بأن هناك يعني نوع من محاولة استثمار هذه المشكلات من الضغط على هذا الطرف أو ذاك يعني، وبالتالي يعني معالجة المشكلات حتى اليوم لا تزال معالجات نحن نقول أنها ضعيفة وضعفها متعمد وليس ناتجا عن قلة الإمكانات ولا غيرها. نحن نعتقد اليوم بأنه يتوجب أن يكون هناك عمل ممنهج سواء لمناهضة تجنيد الأطفال للتعليم وغيرها من الانتهاكات وغيرها من الممارسات الماسة بحقوق الطفل سواء في المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوثي أو غيرها. ما يعني الذي يمنعكم الآن أستاذ أحمد؟ ما الذي يمنعكم أن تقوموا بحملة؟ ما الذي يمنعكم أن تقوموا بحملة مشابهة؟ واليوم يعني مثل ما استجاب الفريق علي محسن سابقا، اليوم هو نائب رئيس الجمهورية وربما هو الرجل الثاني في الدولة، يعني ربما تحظوا بدعم كبير من القيادة السياسية وتسلط الضوء على هذا الملف. نحن يعني للمصداقية نحن لم نبادر لهذا الشأن في هذا الوقت حتى الآن، لكن ممكن أن نقوم بحملة من هذا النوع. إذن هو تقصير لدينا مشكلة. نعم. وممكن أن 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 نقدم مقترحا للعمل سواء في مناطق شرعية أو في مناطق سيطرة جماعة الحوثي أو غيرها. نحن في النهاية منظمة نخدم الأطفال مثلنا مثل الطبيب مثل أي شخص يقدم خدمات عامة للمجتمع. لسنا طرفا في هذه الحرب، نحن لسنا طرفا لا مع الحكومة الشرعية ولا مع جماعة الحوثي ولا مع غيرها. نحن نخدم الطفل الذي يتعرض للعنف، يجب أن يفهم الجميع هذا. وهناك عنف كبير جدا يمارس ضد الأطفال سواء تجنيد الأطفال أو العنف الجنسي، هناك أيضا عنف جنسي يمارس ضد الأطفال، عندنا معلومات بوجود عنف جنسي ضد الأطفال في مناطق وفي جبهات يعني وفي الأماكن التي يعني تدور فيها معارك يشارك فيها الأطفال. للأسف الشديد لا يتم يعني رصد مثل هذه المشكلات، هناك تجفيف للرصد للتمويل الخاص بالمنظمات. نعم. التي نتحدث عن هذه القضايا ربما أكثر أستاذ أحمد، هذا التجفيف نتحدث عن هذه الجزئية وليس هذه الجزئية يعني. نتحدث عنها ربما بصورة أكثر، لكن اسمح لي أن أذهب الآن لمتابعة هذه التصريحات التي أعدها الشباب لنماذج عن تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال. نتابع هذه التصريحات ومن ثم نكمل النقاش. ابقوا معنا. فلذاتك بادنا
لكن المشكلة أن هذه الحرب فرضت على أطفالنا أن يتجهوا أو يأخذوهم إلى المدارس، فبدلا من أن يأخذوهم إلى المدارس أصبحوا يأخذوهم إلى المدارس، وهذه مشكلة عمت في الشعب اليمني في المناطق المحتلة من قبل الميليشيات. ونرجو منهم أن يراجعوا ضميرهم إذا كان باقي لديهم ذرة ضمير، وأن لا يحرموا أطفالهم من التعليم، وأن يجعلوهم يذهبوا إلى المدارس ويتعلموا. فالقانون الجنائي الدولي يحرم على أي إن كان وعلى أي جهة كانت أن تأخذ الأطفال أو أن تستخدمهم في أعمال العنف والفوضى أي إن كانت سياسية أو اجتماعية. الأطفال هم مسؤولية وأمانة، ولذلك نرجو الاهتمام بهم كما نرجو من المسؤولين والمختصين في المناطق المحررة أن يهتموا بأطفالنا أيضا وأن يوفروا لهم الكتاب والمنهج. أعتقد أن التجنيد عبر التعليم أخطر شيء على الطالب، حيث أن الطالب يأتي المدرسة يتعلم العلم والأخلاق ويتعلم الفضيلة، لكن أن تأتي بالطالب للمدرسة تعلمه حمل السلاح والقتل وسفك الدماء، هذا يؤدي بالمجتمع إلى التفكك ويؤدي إلى الاقتتال. فبدل أن تغرس في نفس الطالب الأخلاق الحميدة وبناء المجتمع، تغرس فيه هدم المجتمع، وهذه من أخطر الأنواع. التعليم في المناطق الانقلاب في مناطق الحوثيين يعتبر انهار تماما، بسبب أنه صارت في تعبئة للأطفال برغم صغر سنهم. أنه أولا بدأ من عند الطابور أساسا، حيث أنه يعبوا للطلاب في الصرخة. النشيد الوطني عندهم يعتبر أنه صار الصرخة حق الانقلاب. أما الجانب الآخر هو المنهج الأساسي التعليمي للطلاب، تغير أنه تعبية في الطائفية في المذهب الحوثي، تعبية خاطئة قوية جدا. فهذه التعبية تؤثر على الطالب، حيث أنه بعد هذه التعبية عقيدة وفكريا يروح إلى الجبهات القتال ضد في اليمن في هذه الوطن الحبيب. فهذه التعبئة خاطئة ضد الأطفال، وفي تعبئة الأطفال في المدارس هذه الأصل تعلم تعليم صحيح يخرج للجيل يبني جيلا، لا للحرب لا للقتال لا للتجنيد الأطفال من التعليم والمدارس. أضرار أنه يخرج الطالب إلى القتال، إلى الجبهات تبني عليه أنه يبني الطالب عقيدة، أنه يخرج على طول طالب جاهل بالطفل في المدارس يخرج إلى سرقة، إلى عصابة، إلى تشكيل ميليشيات. هذه بتكون الأضرار حقها في تعليم الأطفال منهج غير المنهج الأساسي اللي بني عليه من قبل. أضرار تجنيد الأطفال، طبعاً ظاهرة تجنيد الأطفال لها كثير من الأضرار. يعني مثلاً أول حاجة تقضي على طفولة الأطفال، تقضي على تعليمه، تقضي على براءته، يعني تدمر جزء كبير من حياته اللي هو جزء الطفولة، يعني جزء البراءة. فلما تجند طفل من صغره يعني تبدأ بالتغيير له المنهج، فأنت الآن تحرفه عن المسار اللي هو كان يمشي به. يعني احتمال لما يكبر احتمال ينضم إلى عصابة، يعني مش يعني النتائج دائما ما تكونش 100% زي ما نحن نتوقعه. فزي ما في الطالب الجيد في الطالب اللي هو السيء، يعني في بعض أحيان يعني الطالب إذا تجند وتوفق، في الطالب اللي بيتجند بس ما بيتوفقش إنه يكون جندي ممتاز يعني أو يوصل للنتيجة المطلوبة، فيخرج عن القانون وينضم لإرهاب لعصابات خارجة عن القانون، يعني بيبدي يميل يعني، وبهذه النتيجة بتكون أنت دمرت. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، إذا تابعنا بعض التصريحات من الميدان الذين يتحدثون عن استغلال الأطفال وسحبهم من المدارس والتوجه بهم إلى جبهات القتال مجبرين. أعود إلى مأرب مع الدكتور عبد الله الشليف رئيس منظمة رقيب. مساء الخير من جديد دكتور عبد الله، تابعنا وشاهدنا العديد من القصص التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر القنوات بعد أن تصل الأخبار لأهالي بعض الأطفال بأنه قد قتلوا وقد غيبوا من الحياة، يتفاجؤون بأنهم موجودين وبدأتهم في محافظة مأرب بإعادة تأهيلهم ومن ثم التواصل مع أهاليهم لكي يعودوا إليهم من جديد. أبرز قصة أو حكاية ربما علقت في ذاكرتك
وتريد أن تحكيها لنا وتشعرنا والمشاهد الكريم بمقدار فرحة أهالي هؤلاء الأطفال بعد أن عرفوا بأن أولادهم لا زالوا يعني أحياء وأنهم في أيادي آمنة وتم إعادة تأهيلهم وإكرامهم من قبل السلطات المحلية والجيش في محافظة مأرب؟ الحقيقه القصص كثيره المأساويه سواء كانت في مأساة في شكل المأساه ونتيجتها وايضا في قصص مفرحه جدا. اتذكر انه من القصص المفرحه والمؤلمه في ذات الوقت احدى الامهات اتصل بها ابنها لما اتصلنا بها من هنا نبلغها ان ابنها هو مفقود من 4 أشهر كان وقد يبلغوا تقريبا بشكل غير رسمي انه قتل. فلما تم الاتصال بها وتكلم معها ابنها سقطت مغميه مغشى عليها وننتظر ثم تفيق وتتكلم وتنادي باسمه وتصيح ثم تعود فيغشى عليها مره اخرى وهكذا حتى بكى من كان موجود من الحاضرين والطفل بكى. القصة الأخرى لما ونحن في حفل تسليم الأطفال مجموعة من الأطفال المجندين الذي تم تأهيلهم والإفراج عنهم أحد الأطفال انحنى يقبل قدم أمه ثم انخرط في بكاء شديد وبكاء هستيري وهو يطلب منها المسامحة ويعانقها ويظل أكثر من نصف ساعة يبكيان في مشهد دراماتيكي مشهد إنساني مشهد أبكى كل من حضر. الحقيقة كثير من الأطفال في مرة من المرات تم تنسيق دوري أو مباراة بين الأطفال المجندين الذين تم أسرهم والإفراج عنهم وتأهيلهم وبين مجموعة من طلاب المدارس. لما أدخلناهم إلى ملعب إحدى المدارس هنا في مدينة مأرب كانت عيونهم يعني مبحلقه في الفصول المدرسيه تشعر بالشوق والحنين والاسف وهم يرون زملائهم واجرانهم في نفس العمر يعني يذهبون الى المدرسه ويخرجون من المدرسه. كان منظر مؤلم جدا جدا وحتى قال احد الاطفال وهو يبكي منهم قال كم اضعنا من اعمارنا نحن لم نعرف الحياه بعد. نحن لم نعرف الحياة بعد نحن الآن في سن قال هو كان عمره 14 سنة قال أنا في سن 60 سنة حاليا. نعم. طيب دكتور عبد الله أودعك بسؤال أخير فقط الآن يعني إذا تحدثنا عن هذه الفئات التي يعني تم إعادة تأهيلهم أو تم إعادتهم إلى أهاليهم بعد أن زجوا بهم بجبهات القتال أعمارهم تتراوح في يعني مراحل العمر ما بين عام كم وعام كم؟ هناك أطفال أقل من سن 12 سنة حصلناهم من ضمن من تم يعني أسرهم وهناك أطفال أيضا 13 14 سنة 15 سنة لكن في أطفال صغار فعلا يعني في كانوا يوهموهم بأنهم سيذهبوا فقط أمنيات أو في دورات تثقيفية أو أنا أقول أريد أن أؤكد هنا أن نحن لسنا أيضا مع طرف في التورط لكن الحقيقة أن المأساة تتضح جلية من قبل بعض الأطراف بشكل كبير جدا في وهناك غض الطرف سواء من المنظمة الدولية أو من الناشطين الحقوقيين أو المنظمة المحلية لأسباب كثيرة منها الخوف من الانتقام منها الخوف على المصالح منها سواء كانت عند المنظمات الدوليه او المنظمات المحليه لكن وايضا هناك اشكاليه شائكه هي في قضيه اثبات حاله التجنيد ذاتها يعني هناك نحن عقدنا دوره مع اليونيسف في 2013 حول شروط اثبات حاله التجنيد. من السهل ان تثبت حاله التجنيد في الصفوف الشرعيه لان هناك سجلات وهناك وثائق وهناك يعني شوفات رسميه لكن من الصعب ان تثبت هذا نفس الشيء في صفوف جماعه الحوثي المسلحه لانهم لا يعتمدوا على على صحيح. على اليه رسميه صحيح يعني. نعم. اشكرك رئيس منظمه رقيب لحقوق الانسان في مأرب الدكتور عبد الله الشليف وارحب بمستشار وزير التربيه والتعليم الدكتور حسين القطوي. مساء الخير دكتور حسين.
أو حسن القطري. حياك سلمك أخي بشير، وأهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور حسن. أنتم في وزارة التربية والتعليم، كيف تتابعون السياسة الممنهجة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في الزج بالأطفال إلى جبهات القتال وسحبهم من المدارس وتسريبهم من مراكز التعليم؟ لا شك أخي الكريم بأن قضية الطفولة في اليمن تعرضت لهجمات كبيرة جدا من قبل هذه الميليشيات، والزج بهم في القتال بصورة يعني مفجعة وكبيرة جدا. فالإحصاءات تشير إلى أن ما تم رصده يعني من قبل الميليشيات أن هناك 6175 كما أصدر التقرير اليوم، يعني من ممن تم رصدهم من الأطفال تم الزج بهم من قبل هذه العصابة جماعة الحوثي، وهذا يؤثر كثيرا على مستقبل الأطفال ومستقبل التعليم في اليمن. ونحن في وزارة التربية والتعليم نتابع هذه القضية بقلق بالغ، لأن أكثر من نصف عدد الطلاب في المحافظات الغير محررة من طلاب اليمن يعانون الأمرين. فالدراسة متوقفة إلى الآن ونحن في شهر 11، ولم تبدأ الدراسة في الكثير من المناطق، وإن بدأت في بعض المناطق فهي عبارة عن دراسة شكلية دون الجوهر، رغم تشويههم للمناهج والزج بالمناهج وتشويهها وإدخال الخرافات الطائفية والأفكار السلالية إلى المناهج، ومع ذلك يعني لم يستطيعوا طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه على الطلاب. ناهيك أن المعلمون في المحافظات الغير محررة لم يستلموا رواتبهم منذ عامين كاملين، وهذا يؤثر تأثيرا كبيرا على العملية التعليمية برمتها. والقضية الأخطر من ذلك أننا نسمع منظمات الأمم المتحدة ومنظمات اليونيسيف تتكلم وتصدر التقارير دون النظر إلى إيجاد الحلول لهذه المشكلة العالقة وما يعانيه أبناء اليمن. فالنازحون في كل بقاع الأرض في تركيا وفي غيرها من المناطق يتلقون التعليم، أكثر من 3 مليون نازح في تركيا يتلقون التعليم في مدارس، إلا أبناء اليمن فإنهم يتعرضون لهذه الهجمة من قبل هذه الميليشيات. وكذلك نجد التقصير الكبير من قبل منظمات الأمم المتحدة، حيث لم تخصص أي مبالغ مالية لدعم العملية التعليمية ودعم المعلمين من أجل أن يستمروا في أعمالهم، وهذا يؤثر سلبا على العملية التعليمية. أما الزج بالكوادر، أما تهجيرها، تهجير الكوادر التعليمية والمؤهلة، فهذا دأب الميليشيات منذ أن دخلت إلى العاصمة صنعاء. طيب دكتور حسن، لكن هذا الحديث ربما يعرفه الجميع، لكن الآن نحن نتحدث عن السؤال الأهم، دوركم أنتم كجهات رسمية في يعني الحد من هذا التسريب من التعليم، الحد من إجبار ميليشيات الحوثي على الأطفال في المدارس إلى التوجه لجبهات القتال، وأيضا هناك أيضا شكاوى حتى في المناطق المحررة بأن يعني البعض من الأطفال متواجدون في المعارك وفي جبهات القتال. لا شك في ذلك، والتقرير قد أشار إلى ذلك، لكن العدد يعني من رصدهم التقرير عدد بسيط، يعني في حدود 197 يعني طفلا بحسب التقارير الرسمية التي رصدت. إننا في وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم تقوم بواجبها في المناطق المحررة، وأنا كنت قدمت اقتراح لمعالي الأخ وزير التربية والتعليم وجلست مع وزير التعليم العالي العاصمة عدن، وطرحت عليهم أنه يجب أن نضع حلول لليمن ككل، لأن هؤلاء هم أبناءنا جميعا، والعملية التعليمية يجب أن تجنب المماحكات والقتال، وأن يصبح هذا الحق حق مكفول لكل أبناء اليمن. والحل يبدأ بقضية أننا كان ملخص ما طرحته على معالي الوزير أنه يتم طرح الموضوع على رئيس الجمهورية،
بأن تتم صرف مرتبات المعلمين وكذلك الأكاديميون في كل المحافظات بدون استثناء. هذا سيكون سنستطيع من خلاله أننا نسحب هذه الشريحة المثقفة المعلمون والأكاديميون إلى صف الشرعية ويصبح العملية التعليمية تستمر في هذه المناطق. نعم. حتى يتم حل المشكلة. طيب. جذريا. نعم. أما أننا نظل والغريب في ذلك أخي بشير أن الموضوع أن المنظمات الدولية التي كانت تضغط على الحكومة الشرعية في الماضي عندما كان البنك المركزي في صنعاء كانت تضغط على الحكومة الشرعية أن تورد جميع الواردات إلى البنك المركزي، بينما الآن الوضع اختلف تماما، وإذا بنا نلاحظ أنه هناك تساهل وهناك تواطؤ وهناك دعم خفي لهذه الميليشيات دون أن تقدم شيئا لأبناء الشعب اليمني. طيب دون دكتور. أن تقدم تعليم، دون أن تقدم خدمات لهذا الشعب. نعم. طيب دكتور حسن، ابقى معي، يعود إلى عدن عبر الأقمار الاصطناعي مع الأستاذ أحمد القرشي رئيس منظمة سياج. أستاذ أحمد، إذن الدكتور حسن ربما يعني وضع بعض يعني الجهود التي تقوم بها الحكومة الشرعية في الحد من سواء من يعني تسريب الأطفال من العمليات التعليمية، محاولة إيجاد بدائل لهم، لكن في نهاية المطاف لا سلطة لهم في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. هل ما قاموا به هو كافي فعلا وفق إمكاناتهم المتاحة؟ أولاً دعني أقول بأن عملية إكراه الأطفال على التجنيد أو الالتحاق بالتجنيد ليست حتى رضاهم غير معتبر، فهم في النهاية يعني جريمة حتى وإن كان موافق، هذه. نعم. يجب أن يعلمها الجميع. الأمر الثاني، هناك فرق بين تجنيد الأطفال وبين تجنيدهم وإشراكهم في النزاع المسلح، فالتجنيد أوسع، كل الأطفال الذين في المدارس يتلقون يعني تعبئة عامة بالقيام بأعمال عسكرية أو خدمة أعمال عسكرية هم أيضاً مجندين حتى في مدارسهم، لكن المجندين الذين يتم إشراكهم في النزاع المسلح هم الذي يتم الحديث عنهم حاليا. نعم. النقطة الثانية، أنا منذ البداية ونحن نقول في منظمة سياج وندعو الحكومة وندعو الدول التحالف إلى أن تهتم بالتعليم، نحن قدمنا مقترحات قبل أكثر من عامين بأن يتم ضخ مرتبات جميع معلمي الجمهورية اليمنية إلى 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 المصارف التي يمكن أن يستلموا منها الناس كالكريمي وغيرها، ولكن للأسف الشديد هناك تقصير متعمد. يعني بالله عليك قل لي ما هي الحكمة من أن يتم مثلا ضخ التمويل إلى منظمات الدولية الأمم المتحدة أو غيرها لاجتزاء أكثر من 40% من هذا التمويل، ثم يأتي الباقي يخضع للفساد وللتقاسمات وغيرها ولا يصل إلى المواطن إلا ما يقرب من 20% منها؟ لماذا لا يتم ضخ هذه الأموال مباشرة إلى المصارف الوطنية التي يمكن أن توصلها إلى المعلمين؟ يعني واحدة من أهم أسباب انخراط الأطفال في العملية القتالية مع الجماعة الحوثي أو غيرها هي أنهم ليسوا بلا تعليم، يعني لا يوجد مدرس يذهب إلى المدرسة في كثير من المناطق، في كثير من المناطق دمرت المدارس بشكل كلي أو جزئي ولم يتم ترميمها أو إيجاد بدائل لها، وكان بالإمكان أن يتم هذا العمل. على الأقل لو تم ضخ مرتبات جميع المعلمين بدون استثناء وإيجاد أيضا حوافز، يعني ما المانع أن توجد حوافز ضخ مرتبات المعلمين مع الحوافز؟ سينخرط الكثير من المعلمين في العملية التعليمية وسيتم خفض هذه المشكلة. يعني الإعلام الحكومي أيضا يركز فقط على التجاذبات السياسية، بينما ضخ أو توجيه برامج ومواد يعني توعية الناس بمخاطر التجنيد ويعني تجسيد المعاناة والمشكلة والجريمة التي يتعرض لها الطفل عندما يجند، هذه ربما تكون يعني شبه غائبة، وإن وجد شيء منها فهي يعني يتم توجيهها من قبل المعدين لخدمة أجندة لإرضاء هذا المسؤول أو هذا السياسي أو هذا الأمني. نحن نتحدث كمنظمة حقوقية إلى وجوب تنزيه القضايا الحقوقية عن التجاذبات السياسية. نعم. نحن كمنظمات حقوق الإنسان. نعم. وأيضا كوسائل إعلام يفترض بنا أن نكون مستقلين. نعم. في التعامل. أحمد، معذرة على المقاطعة، الآن المملكة العربية السعودية ربما خصصت كم مليون دولار من أجل صرف رواتب المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وربما عن طريق منظمة اليونيسف ستكون تلك المبالغ. هل اليونيسف مؤتمنة أو المنظمات التي ستسلم لها هذه المبالغ ستصل فعلا للمعلمين، أم هناك تخوفات من أنها لن تصل أيضا للمعلمين الذي خصصت لهم وهم الآن 3 سنوات بلا رواتب؟
نحن لسنا جهة تمتلك الحق في أن تحكم سواء كانت هذه المنظمة أمينة أو غير أمينة، لكن ما أقوله لك ولجميع المشاهدين بأن المنظمات الدولية يعني تقوم بخصم ما يقرب من 40%، من 30 إلى 40% كنفقات إدارية من أي تمويل يتم توجيهه. فإذا قالوا مثلا تم توجيه 10 مليون دولار للغذاء في المنطقة الفلانية، اعلم بأن 6 مليون فقط منها هي التي ستذهب للمشاريع، وهذه 6 مليون خاضعة للمشتريات، خاضعة للخبراء، خاضعة أيضا لاستقطاع مستحقات ورواتب لخبراء حتى خارج اليمن، خاضعة لمش عارف إيش، وما يتبقى منه هو يعني ما يصل إلى 20 إلى 30% فقط. نحن نتحدث عن إمكانية ضخ الأموال هذه مباشرة إلى مصارف مثل مصرف الكريمي مثلا، ما المانع مصرف الكريمي أو النجم أو غيرها التي يعني موجودة لها فروع في كل الجمهورية؟ لماذا يعني اللفة هذه كلها ونروح لمنظمات أمم متحدة ولجان ونخسر كل هذه الخسائر؟ هناك جهات بالإمكان أن تحولها إلى الريال اليمني وتضخها مباشرة إلى المعلمين في جميع المحافظات والمديريات وفي العزل وفي المناطق النائية أيضا لديها فروع. لماذا هذه اللفة؟ نحن كعرب للأسف الشديد لا نجيد حتى تقديم العمل الإنساني. يعني الآن يتم تبديد الكثير من الأموال بشكل سيء جدا وفساد كبير جدا، ليس فقط من المنظمات الدولية. المنظمات الدولية أنا أقول لك مهما اجتزأت فهي تتعامل بشكل فيه قدر كبير من الحصافة، لكن نحن كعرب عندنا الكثير من الفساد المرعب. يعني لماذا السعودية أو غيرها التي تقوم بالتبرع مثلا للعملية التعليمية لا تتم توجيهها مباشرة؟ ما المانع مثلا أنه يتم يعني إيجاد برامج لتأهيل المدارس، إيجاد حوافز للمعلمين، إيجاد معلمين بدائل؟ هناك معلمين مثلا قتلوا أو نزحوا أو غير موجودين، لماذا لا يتم إيجاد بدائل والمعلمين الذين نزحوا تصلهم رواتبهم؟ لأنه في النهاية هو ضحية. للأسف الشديد لا يوجد حتى يعني توعية للأمهات لأولياء الأمور. يعني ونأتي في الأخير نبكي، يعني وزارة التربية والتعليم وزارة الوزارات الحكومية في مناطق الشرعية تتحمل مسؤولية كبيرة جدا، لم تقم بدورها على الشكل المطلوب أو أدنى من الشكل المطلوب، وكأنهم مسلمين المناطق التي تحت قيادة الحوثيين مثلا مسلمين لهم فقط وليست كأنها من الجمهورية اليمنية. هذه إشكالية. يعني هذه حقوق للناس يفترض هي كحكومة شرعية نقلت البنك المركزي إليها أن تتحمل مسؤوليتها في إيصال رواتب الناس ومستحقاتهم، إيصال الدواء والغذاء، أن تكون هناك رقابة. صحيح. أنا أقول لك على سبيل المثال، نحن قبل حوالي شهر كنا نريد معلومات على سبيل المثال عن الأطفال الذين يحصلون على مساعدات غذائية يعني من كل الجمهورية اليمنية. تخيل على سبيل المثال تواصلنا مع الكثير من المؤسسات التي محسوبة أنها شرعية وهي معنية مثلا بالإغاثة والعمل الإنسانية، لم نتلقى منهم معلومة واحدة ولا حتى رقم واحد عن كم تصل مساعدات إلى المديريات والمحافظات التي ليست تحت إطار الشرعية. ثم المديريات والمحافظات التي تحت إطار الشرعية لا يمتلكوا فيها يعني أرقام يستطيع الإنسان أن يعني يعتمد عليها. هذه مسألة بسيطة جدا بتطبيقات بسيطة وبمتعاونين في الميدان تستطيع أن تحصل على معلومات. هذا إذا كانوا لا يمتلكون هذه المعلومة كيف سيمتلكون المعلومات الأخرى؟ الحكومة الشرعية اليوم أمامها يعني تحديات كبيرة وأمامها مسؤوليات كبيرة يجب أن تقوم بها. نحن كمنظمات مجتمع مدني تم تجفيف منابع التمويل لنا تماما، وتم الضغط على المنظمات الدولية وغيرها بعدم دعم المنظمات الحقوقية وخاصة التي تقوم برصد وتوثيق الانتهاكات لكي تكون مثل هذه الجرائم والانتهاكات مغيبة ولا يستطيع أحد إثباتها ولا يستطيع أحد أيضا التحدث بلغة الأرقام التي يفهمها المجتمع الدولي، وبالتالي تظل الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين جرائم وانتهاكات عائمة. وهذه الحقيقة التي نصل إليها اليوم. نحن في منظمة سياج نفتخر بأننا أسسنا أول مرصد في الجمهورية اليمنية لانتهاكات حقوق الطفل. نعم. سواء في النزاعات المسلحة أو العنف المجتمعي في الأسر وغيرها. نعم. وللأسف الشديد نحن شركاء مع منظمة الأمم المتحدة اليونيسف من 2009 إلى 2000 بداية 2000 وإلى 2014، وتم منع التمويل رغم أننا موقعين اتفاقية معها بدون أن يبدو لنا حتى الأسباب. تواصلنا أكثر مرة. نعم. زرناهم أكثر من مرة، أرسلنا أكثر من خطاب. طيب أستاذ يعني أحمد، تجديد. نعم. حتى أو ربما خرينا قليلا عن نعم. ربما انحرف الحديث قليلا حول عدم تخصيص هذه المبالغ من أجل إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وعدم الزج بهم والمساهمة بصورة مباشرة فعلا في يعني التحاقهم بالتعليم وعدم الزج بهم في معركة القتال. اسمح لي وأيضا الدكتور حسن أن نذهب الآن مشاهدينا الكرام أن نتابع مادة تعكس جانب من محاولة الميليشيا تجهيل الطلاب وإجبارهم واستغلالهم على يعني التوجه للقتال وأيضا ترديد شعاراتهم الطائفية. نتابع هذا الكليب ومن ثم نكمل الحديث. حديث يا شباب بيتو في المنهج وانا في الدرس في صنعاء، وهناك حديث عن عمرو بن العاص وبيرضي عليه عمرو بن العاص
لكم بيدي على راسي قلت اوه انتم وصلنا. قال مالك يا استاذ؟ قلت له يا استاذ اسمع اسمع ما هو يا استاذ انا قلت خلوا لي حالي انا عايش وخلوا صفرا بالصفرا بالحط على لحالي. قلت عرفنا العصا هذا شارب خمر الاوان ها جلدها الامام علي في سبع مواطن وبشرب الخمر. عمرو بن العاص ما بشرب اب عمرو بن العاص ما بشرب اب وقدوف المنهج من الله عليه. فهمتم يا شباب؟ المهم اننا نخرج من اليوم من هذا المدرسه وقد اخذنا ماده الهدى لاعداء الله والوراء لاولياء الله. هذا واجب ديني وهو من اول. اذا هذه صوره من صور التجهيل والتعليم الطائفي الذي يحاول ميليشيا الحوثي أن تجسده وأن تلقم بها طلاب في المدارس وأيضا من خلال أيضا تحريف العديد من المناهج التعليمية. أعود إلى الرياض مع الدكتور حسن القطوي مستشار وزارة التربية والتعليم. دكتور حسن، سؤال أخير لأنه وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لا شك أن المعلمين ورواتب المعلمين ستساهم بصورة مباشرة في إعادة وتضبيط العملية التعليمية وربما ستساهم بحد كبير من عدم تسرب الطلاب إلى جبهة القتال وإجبار ميليشيا الحوثي على استغلالهم سواء للحاجة أو للفقر أو حتى تحت ضغط القوة. لماذا لا يعمل بالمقترح الذي تحدث به الأستاذ أحمد أن تسلم هذه المبالغ عن طريق المصارف وتصل مباشرة للمعلمين؟ ألا يمكن لكم أن تسعوا بهذا المجال مع التحالف العربي مع المملكة العربية السعودية لتنفيذ ذلك؟ شكرا أخي الكريم. الحقيقة أنا وضعت هذا المقترح من وقت مبكر وأشكر الأستاذ أحمد على هذا على طرحه. والقضية فعلا الحكومة الشرعية تتحمل جزء كبير جدا من هذه المأساة. واليوم أنا أقرأ الخبر الذي وقعت عليه وزارة التربية والتعليم مع منظمة اليونيسيف على أساس أنها تدفع 50 دولار وعلى أساس الكشوفات 2014. هذا المبلغ لا يؤدي شيء. هذا إذا سلمنا أنه سيصل إلى من هم في المناطق الغير محررة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى قضية صرف الرواتب من قبل الحكومة الشرعية هناك تباطؤ كبير جدا. هناك إجحاف في حق كثير من الشرائح الاجتماعية. أنا منذ عامين أتابع وزارة المالية في صرف مرتبات المهجرين من بداية 2017 والآن نحن في نهاية 2018 من الأكاديميين والموظفين المدنيين ممن هجروا من أماكن من مناطقهم إلى خارج اليمن. ومع ذلك رغم التوجيهات لم يتم الصرف من قبل وزارة المالية. إذا نحن نجد في وزارة المالية شخص أو شخصين نعم يتحكمون. أشكرك دكتور حسن. نعم دكتور حسن انتهى الوقت. هذا التقصير يجب نعم. أن يجب نعم. أن تسأل عنه الحكومة الشرعية نعم. ويجب أن تقوم بواجباتها وإلا فنحن ننتظر الكارثة أشكرك. المحققة في وسنجد الأمور انتهى الوقت. دكتور حسن أشكرك جزيل الشكر. انتهى الوقت. أعتذر على المقاطعة. مستشار وزارة التربية والتعليم الدكتور حسن القطوي كنت معنا من الرياض. والشكر أيضا لرئيس منظمة سياج الأستاذ أحمد القرشي كان معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن. ختام هذه الحلقة مشاهدي الكرام تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا وأيضا في الإنتاج الزميلة إلهام عامر. حتى الملتقى في حلقة جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.